وسهلا فيكم مشاهدينا عن جديد. لقائنا الحالي بيخدنا على طرابلس، وما في أحلى من طرابلس. طرابلس الفيحاء، مدينة العلم والعلماء، بشعب الطيب، بعمارات العريقة، بقلاعة الشامخة، وكأنها عم تحرس المدينة وهي شاهدة على عراقة هالمدينة وإرثها التاريخي. اليوم بصرني استضيف دكتور صلاح غندور، وهو من كلية العلوم الصحية بجامعة بيروت العربية، لنحكي عن يوم أطلقته جامعة بيروت العربية عن لحملة للفحص الطبي ومعاينة الأسنان. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا فيك، يعطيك ألف عافية باتريشيا. يعني أكيد بيشرفني جدا أن نكون بتلفزيون لبنان اللي هو من أقدم المحطات اللي بيحضروها، أوائل المحطات، أوائل المحطات، وإن شاء الله قريبا بيرجع لمجده وبتتحسن الأوضاع على جميع الصعد. يعني بالنسبة يعني أنا ما رح زايد على حكيك، بعرف قد في ناس متعلقة بهيدي الشاشة لأن هي موجودة بوجدان العالم، وبحس تلفزيون لبنان كتير بيشبه لبنان، هو الشرف والكرامة، ويلي بينتقد تلفزيون لبنان بمطرح من المطالع عم بينتقد حاله، عم بينتقد تاريخه، عم بينتقد وطنه. فتلفزيون لبنان طبعا رح يضل موجود بوجود المحبين، ورح طبعا هالشاشة تضل منورة ويضل فيها هيدا الكونتنت يلي يمكن ما ملاقيه بكتير محطات حاليا. أنا بدي لك أهلا وسهلا، بدي أحكي معك شوي عن طرابلس. أنا طرابلس إلى شيء بقلبي غير، يلي هي مدينة أصلا شمال. صحيح. أنا صحيح حكيت عن جمال طرابلس وعماراتها وشعب الطيب، بس كمان في ناحية تانية بطرابلس، في الفقر، في للأسف بالزوايا، في الأصوليات. قديه هالمدينة مظلومة، كيف طرابلس اليوم؟ يعني لا شك، يعني باتريشيا انت بتعرفي طرابلس، وخاصه انه انت بنت الشمال، فطرابلس هي مدينه ثاني مدينه بلبنان بعد بيروت، 850 الف نسمه. نعم. بالمينيموم في تعدد طوائف، فيها تعدد حتى بالوضع الاقتصادي، بس اكيد الفقر، وفي عيش مشترك، في يعني عيش معروف مشترك. صحيح. العيش المشترك مثل ما بيقولوا ام الفقير. صحيح. وبتحب الضيف. صح. وعاده الكرم والضيافه من الشغلات المشهوره، واكيد مثل ما قلتي حضرتك مدينه العلم والعلماء، فيها عدد كبير من المدارس من كل الطوائف. صح. ومدارس بجانب مدارس الدولة، وفيها عدد كبير، هي الشمال، عدد كبير من الجامعات. صح. وهيدا البلماند وغيرها وغيرها. صحيح. وجامعات اللي كمان وجامعة بيروت العربية اللي عم تتميز كمان في نيفو بتصور عالميا. معروفه جامعاتنا قد ايه عم تقدر توصل مقارنه مع الجامعات العالميه بالمحتوى وبالعلم وبالقدرات يلي موجوده فيها. صحيح صحيح. يعني جامعه بيروت العربيه والجامعات الثانيه كلهم بجانب التعليم العالي والتعليم الجامعي بيهتموا بالبحث العلمي، وبيهتموا ومن استراتيجيه جامعه بيروت العربيه هو التواصل مع المجتمع المحلي و الرفع من المستوى على كل الصعد. يعني احنا بالنهاية ما قلنا غير العلم. صحيح. بلبنان احنا هيدا اللي مميزنا، هالبلد الصغير، يمكن كلنا متغنى بالبحر والجبل وقد قراب على بعضهم وبالطبيعة وبالمناخ، بس الأساس هن هالعالم يعني عم يقدروا يعملوا فرق. صح. بلبنان وبرا، ولبنان أكيد يعني بيتميز بالجامعات بالشرق الأوسط من الجامعات اللي هي بالمراتب الأولى على كل الصعد، يعني إن كان على مستوى التعليم وجودة التعليم والبحث العلمي اللي هو بالأوضاع الاقتصادية الحالية من الشغلات الصعبة المكلفة، بس برضو الجامعات عم تحدد وعم تحط استراتيجيات لهذا الموضوع. مثل كل شيء بده استراتيجيات بهذا الوضع، فالجامعات استدركت الموضوع بتصور. صح. وعملت استراتيجيات الخاصة واكتفاء الذاتي بمطرح من المطارح. صحيح صحيح. وخاصة يعني لما من بيدرس الجامعة بتدرس وضع المجتمع اللي حواليها، وبتشوف كيف احتياجاته وكيف ممكن ترفع من نسبة الوعي عنده
هيدا بيساعد كثير وبيشوف شو الاحتياجات اللي على اساسها بتنفتح ابحاث جديده او اقسام جديده بالجامعه. طبعا يعني هون بدي اسالك شوي، ما زال فتحت الحديث دكتور، كيف تداركت الجامعه العربيه الواقع الاقتصادي؟ لانه في كثير مثل ما الاساتذه كمان التلاميذ، يعني في واقع انفرض علينا فرض اقتصاديا، يعني بالنهايه الاستاذ بده يقبض يقدر يكمل، يمكن المعاشات، موضوع البنزين، موضوع التنقل، القصص اللي صارت بلبنان، كيف قدرتوا تتداركوا هذا الموضوع؟ وهل هناك منح للطلاب بمطرح من المطارح؟ لا شك انه الوضع الاقتصادي اللي عشناه خلال السنوات القليله اللي مرقت من بعد كورونا كانت صعبه على الجميع. نعم. والتعاون اللي صار، يعني كان في تعاون عن جد بين الجامعه والاساتذه اللي ضحوا والاهل اللي عم يضحوا لا يعلموا اولادهم، وكان في تفاعل ايجابي لاستكمال الدورة التعليمية. هلأ لا شك أنه جامعة بيروت العربية في عندها المنح اللي بتقدمها للطلاب المحتاجين، وبجانب أنه الطلاب اللي هن أوائل بصفهم بكل مرحلة عندهم جزء كبير من القسط بتغطيه الجامعة. نعم. مشان يحافظوا على التفوق اللي هن فيه، يعني بالنهاية بدنا كلنا نتساعد. صحيح. نكون عم نقدر نخلص من الأزمة ونحافظ على مستوانا العلمي. صح. بلبنان، لأنه ما قلنا غير هيدا الرصيد. مزبوط. بالآخر. صحيح. صحيح. دكتور بدي أحكي عن يوم طبي أطلقته الجامعة بالسبت 2 كانون الأول 2023، كان من الساعة 10 لساعة 2 بعد الظهر ببلدية المينا بالكورنيش البحري. بس قبل بدي أحكي عن موضوع الخدمة المجتمعية، قد مهم كمان جامعاتنا تكون منخرطة بهذا الموضوع وتكون عم بتقدم خدمات يلي هي المجتمع بحاجة لها، كاليوم الطبي يلي صار. صحيح. مؤخرا هلأ الجامعات يعني بالمصطلح الحديث بقى فيها تكون بس مكان للتعليم العالي وخلص، لازم تكون عم تتواصل مع المجتمع، عم تشوف شو هو احتياجاته، و على هيدا الأساس تعمل برامج لتطوير. نعم. وهيدي من استراتيجية جامعة بيروت العربية، تطوير المجتمع المحلي والوصول له والوصول إلى رعايته وتوعيته حول الأمور اللي هي بتفيده وبتفيد جميع أفراد الأسرة. طبعا. فإجت هيدي الحملة من أحد الخطوات اللي شاركت فيها عبر ثلاث كليات، كلية العلوم الصحية، كلية الطب وكلية طب الأسنان، بالتعاون مع بلدية المينا ونقابة الأطباء وأطباء الأسنان. كان يوم صحي بامتياز يعني، ونشكر الله يعني ان شاء الله. خبرنا شوي دكتور عن الخدمات الثانيه، رح نحكي بالتفصيل عن اليوم الطبي، بس الخدمات الثانيه او اذا بدك الايام الثانيه يلي بتهتم فيها جامعه بيروت العربيه. لا شك انه في عديد من الامور اللي هي عالميا صارت حديثه، صار في عدد من ورش العمل واللقاءات والمؤتمرات حول موضوع كيفيه الاستفاده من الذكاء الاصطناعي ب الحياة اليومية بعدة مجالات، لأنه هيدا صار واقع موجود يعني الذكاء الاصطناعي، وجامعة بيروت العربية كانت رائدة بهذا الموضوع بموضوع توعية الأشخاص كيف. صحيح. ممكن يستفيدوا بهذا الذكاء الاصطناعي بعدة اختصاصات. أنا مؤخرا شاركت بمؤتمر من تنظيم الجامعة العربية كان عن الذكاء الاصطناعي، كان لي الشرف إدارة جلسة. طبعا الموضوع صار موجود بكل مفاصل الحياة، وكانوا عم بيفكروا كيف معقول نستفيد منه بالتربية، يعني كيف معقول مثلا تكون انت عم تاخذ كذا ليسانس انت وقاعد ببيتك، لانه بنعرف الموضوع شوي التنقل صعب، التسجيل المكلف، التسجيل بالجامعات، يعني كيف رح تكون الخبرية على الارض للانسان يقدر كمان يكون عم ياخذ كذا ليسانس هو وقاعد بالبيت ويستفيد من حياته. صح. وابدا العلم ما بيتوقف، فيك تكمل للتسعين. صحيح. يعني تكون عم تتعلم. صحيح صحيح. ويعني خاصة أنا دايما يعني كمثل ما بيقولوا الأوريجن تبعيتي هي طبيب، فكنت دايما عندي أنه الذكاء الاصطناعي كيف بده ياخذ مكان في كتير الإنسان في كتير والطبيب والمهدى، بس في العديد يعني
بعد ما حضرت الخبرة كيف عم ينشغل بهذا الموضوع، شفت انه عن جد طرق التعليم لازم تتماشى مع هذا التوجه اللي جاي، ولازم يصير في عنا برامج خاصة بالنسبة للذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والكليات اللي هي مرتبطة بالصحة، لأنه هذا المستقبل اللي جاي. صحيح. هلا كونك طبيب كمان حكى بالمؤتمر عن موضوع الأفاتار، يعني إذا تلاميذ كلية الطب بدهم يعملوا عملية على أفاتار، فيهم قد ما بدهم يعملوا تجارب وتفشل لحديت ما تزبط على إنسان طبيعي، فهذا الموضوع كمان بيخدنا لمطرح تاني بعالم الطب، يعني أنت ما عم تعمل تجارب حية على شخص حي. صح. أو على عم تعمل على أفاتار وفيك توصل شرايين قد ما بدك. صحيح صحيح. فقد ايه هذا الموضوع ممكن ينقذ حياة ناس؟ أكيد، يعني وخاصة يعني الفريق التمريضي وسحب الدم، الشغلات العمليات اللي هي دقيقة جدا، يعني من تلميذ سنة أولى لغاية اختصاصي جراحة أعصاب وجراحة شرايين بيقدر يتدرب على الأفاتار عبر الارتفيشال انتليجنس، وبيساعده كتير بحياته العملية. أكيد يعني قد ما هم كنا عم نعرف نستفيد، ما تسيطر علينا التكنولوجيا، نحن نسيطر عليها ونستخدمها لخدمة الإنسان. دكتور بدي أروح معك على اليوم الطبي، شو تضمن؟ كيف كان إقبال الناس؟ كيف الناس عرفوا فيه؟ وشو كانت أهميته؟ لا شك أنه كان يوم يعني إجا أكثر من 250، نحن رح نترافق أكيد مع صور، تفضل. 250 شخص الأقل من جميع أفراد الأسرة، كان بيتضمن ثلاث محاور أساسية. نعم. المحور الأول اللي هو منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة دايما بيركزوا عليه، اللي هي مسح لأمراض الغير معدية وخاصة الضغط والسكري، وكان في تحاليل للأشخاص اللي هن بحاجة لهالتحاليل. ومن جهة تانية كان في عنا أطباء العائلة وأطباء الأطفال وأطباء الأسنان كانوا عم يعملوا معاينات لأفراد العائلة، وكان حتى كلية الأسنان بجامعة بيروت العربية جاب معهم الموبايل كلينيك دينتال كلينيك اللي هو المستوصف أو العيادة الجوالي لطب الأسنان، وبعتقد بتمرق الصور معهم. كان فيها كل شيء تقريبا، فيها من تصوير الأشعة، فيها بعض عملنا أكيد لأنه هذا بهذا النهار ما فينا نعمل علاجات كثيرة، يعني علاجات صغيرة اللي هي أبعد درس حليب تسوس. حشوة صغيرة كذا، بس أكيد نحط له تشخيص لهذا الشخص، وصار عارف حاله أنه إذا لازم ينتبه من هيدي مشان يعرف شو بده يتصرف. وكان في كمان توعية تغذية من أخصائي التغذية، موضوع تثقيف حول التغذية السليمة قد ايه مهم هذا الموضوع، وقد ايه الناس مع الوضع الاقتصادي صار عم تاكل غلط. صح. يعني عم تستغني عن كثير أشياء وتستبدل أشياء تانية كانت منيحة للصحة بأشياء أرخص. صحيح. يعني أنا هيدي بشوفها بالواقع على الأرض، يعني مع الأسف بسبب الوضع الاقتصادي ماما أنا جوعان خد هلا ما فينا نقول 1000 ليرة بس تعطيه 100,000 ليرة بيروح بيشتري فيها شغلات اللي هي جانك فود، وهذا شيء على مستوى العائلة مع الأسف صاير كتير، هذا شيء بيهدد الأمن الغذائي على صعيد الوطن. فكانت من أهم الخطوات أن يكون في توعية حول التغذية الصحيحة، كيف الواحد لازم يقسم صحنه، كيف ممكن ببادجت محدد يقدر يجيب شغلات صحية ويتغذى فيها. وكان كمان في اللي هي التوعية الهادفة لبعض أشخاص اللي هني عندهم أوبيزيتي، عندهم ديابيتس، عندهم سكري أو سمنة أو ضغط عالي، شو الشغلات اللي بيقدر يعملها مشان يهتم بأكله بهذا الموضوع. بجانب هيك كان في توعية مشان صحة الفم والأسنان. كمان النقابة مع كلية طب الأسنان قاموا بشغل كتير ممتاز للأشخاص. هذا الموضوع الأخطر يمكن، لأن العالم عم تهمل أسنانها لأنه زي كانت أفوردت مثل ما بيقولوا. صحيح. هذا كان جزء مهم لأنه الناس صاروا بيخافوا، بيقول لك يا أخي أنا هالمصاري العائلة بحاجة لها تروك سني هلأ ما بدي إياه أو أبعه خلص خلصنا منه. فصار في توعية على كيفية الاهتمام بالأسنان، شو لازم نعمل، و
كيف ممكن الواحد الشغلات الصغيرة يلحق على بكير مشان ما يوصل لشغلات المتكفلة؟ صحيح. يعني كيف كان القبول الإقبال دكتور على الإقبال؟ كان ممتاز. يعني إحنا كنا متوقعين أنه معظم هذا يكونوا بس من أهل المينا، لأنه كنا ببلدية المينا بالنص تقريبا، بس كان في عنا حضور من طرابلس، وحتى في ناس إجوا من المنيا لما عرفوا أنه في هذا النهار. وفي ناس حتى يعني على بين ما وصلوا كانت صارت الساعة 2، فكان خلص الوقت. يعني دلينا مثل ما بيقولوا عم نستقبل، وصلنا لأكثر من 250 وخلص الوقت، ولسانا كنا عم نستقبل أشخاص. رح يتكرر هذا النهار؟ رح تكملوا دائما؟ نحن في عندنا يعني بلان إنه بعدة محلات، في عندنا هون، في عندنا فرع بالبقاع كمان، ممكن نعمل هنيك شغل في العكار في من مناطق المحرومة كمان. وأفضل كنا عم نركز شوي على الدوحة، مع أنه طرابلس مدينة بس فيها كتير مثل ما قلنا، فيها سنترز، فيها جامعات، وفيها هذا، بس الضواحي دايما هي المحرومة. صح. وعملنا قبل هلأ نشاط للسكري بيوم السكري الشهر الماضي بضنية مع اتحاد بلديات ضنية، كمان تضمن جزء كتير مهم، وكان كتير صدى كويس، لا من تحاليل، من مسح، لا حتى كان في شركات الأدوية ساعدونا كمان بشانتيونات، كان في كطبيب عم نتابع مع المرضى الأدوية اللي ما عم يقدروا أمنوها بهالوضع الاقتصادي كمان. طبعا. الدواء كتير مشكلة. هل بيكون في تعاون دكتور مع البلديات؟ يعني بتواصلوا مع البلدية بتنسقوا سوا؟ هل بتاخدوا مثلا إحصاءات معينة لتعرفوا العدد، لتكونوا محضرين حالكم إذا في مثل ما قلنا تأمين أدوية أو لتسيف حصات؟ دائما في تعاون مع المجتمع المدني، ان كان البلديات، اتحاد البلديات، ان كان الان جي اوز، الجمعيات، ودائما بنحاول نشوف مين ممكن يكون سبونسر، يعني بنكون صله الوصل، بشكل انه نحاول نقدم الاحتياجات الصحيه بافضل شكل ممكن، وبشكل اللي هن بحاجة لإله، ما نكون عم نحكي من خارج الدائرة اللي هو بحاجة لإله. دايما في تواصل، يعني على عبر كل فئات المجتمع، حتى المخاطير بعض الأحيان بنتواصل احنا وياهم مشان نقدر نوصل للأشخاص، ودايما عنا إحصاءات عم نقوم فيها مشان يكون عنا معلومات عن انتشار أو احتياجات الأرض. يعطيكم ألف عافية دكتور. عم تحضروا لشيء هلأ جاي قريب الأعياد؟ هلأ إحنا دايما في عنا مشاريع، يعني في عنا مشاريع بالنسبة للطوارئ. هلأ أكيد ماشيين بمشروع الارتيفيشال انتليجنس، في عدة شغلات بهذا الخصوص، وفي موضوع الطوارئ وكيفية الجهوزية للطوارئ، هيدا عم ننسق فيه كمان مع عدة أطراف، مشان تكون الجامعة لا سمح الله إن شاء الله ما بيصير شيء، بس إذا صار شيء ونعرف أنه مش بس الحرب هي، ممكن يكون واحد زلازل وغيرهم من الكوارث، فالجامعة عندها قدرة أنه تساعد وتساهم بعدة نواحي بخطط الطوارئ، فعم يكون في عنا هذا الجزء كمان مهم. نحن اتكلنا على بيقولوا الفئة المثقفة من الشعب اللبناني اللي نقدر نخلص بكتير مطارح، وعم نتساعد لنقدر نخلص من الأزمة الاقتصادية، من كل الواقع الصعب يلي عم نعيشه. بدي أقول لك يعطيك ألف عافية، ويعطيكم ألف عافية بجامعة بيروت العربية دكتور صلاح غندور، كلية العلوم الصحية بالجامعة. أهلا وسهلا فيك، نورتنا. بدي ودي سلام لأهل طرابلس وتوصل بالسلامة، ودائما نحن بانتظاركم، وإن شاء الله بنعمل لقاء هيك بطرابلس تكون موجودة فيه. شكرا لك واهلا. يعطيك الف عافيه. اهلا. طبعا مشاهدينا لقاءاتنا مكمله بعد هذا الفاصل، لقائنا القادم هو مع الاب شرب العبود، وهو مدير المعهد الفني الانطوني بالدكوانه، لنحكي عن عيد البربره.